سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا مزيان. برك عواشركم. هانتوما هاد الدرس، كل واحد واش كيقول له؟ اش كيقول له التاشي؟ تيقول له فروشي. كل وحده اش كيقول ليه؟ المهم هاد الطريس ديال خمسه، فيه وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه، كاين اللي كيديروا بالغرزه ديال الرنده. انا درتو اليوم بالدرس عادي، بالدرس عادي المبتدئات يفهموا لي مزيان. كاين اللي ما كتعرفش الرنده، الدرس ديرو بالرنده مقوس هكا اهرام وداكشي. انا اليوم درتو هكايا بالطريس عادي. هانتوما البنات، هنا راه درت اللون الاخر وكان نفرق بثلاثه د الغرزات. انا فرقت هنا، درت ثلاثه د السنينات. انا نكمل لكم. كتجي التوب كتضربي غريزه هنا، ها وحده، ها جوج، وحدها جوج، طلعي الثالثة، ها وحدها جوج، فرات عاوتاني، كديري جوج لويات، شري هنا، كتجي لهاد التقيبة هادي وكتلوي مرة وحدة، كتهبطي، ها وحدها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة. كتجي هنايا ها التوب، ها وحدة، ها التاني، ها جوج، ها تلاتة، ها ربعة، ها خمسة. خمسة طابتي عاود تاني هكا، خمسة عاود تاني دلويات، ها هما. كديري هنا جوج وحدة، كديرو جوج غرزات، ها وحدة، ها جوج غرزات. كنجي لهنا كنحسبها وحدة، ها جوج، ثالثة هي فين كندير؟ كندير وحدة، نجيب عاوتاني لهنايا، ها جوج، ثالثة، كتلوي خيط وكتمي جيا عب حبكة، وحدة. أنا في الحقيقة ما كنحسبهمش حتى تتعمر، باغي تحسبو حسبو، المهم تتبقاي ديري حبكة حبكة حتى تتعمر هاد ال، هاهي تتعمر هاد ال، الخويطة اللي تدير تتعمرو. هاكا كتحسي بيهم عامرين، كتبتي هاد الغريزة هاد اللخرة هادي، وتجي تاني ديريها وحدة، ها جوج، سالا ليا الخيط، كتجي للراس، كديريها مرة وحدة، جوج، تالتة كتلوي، وعاود تاني ديري حبكة حتى تتعمر، وحدة، ها جوج، ها تلاتة، ها ربعة، المهم تنبقاو حتى تتعمر هاد. بقيت حب كده تحسي بها عمرات، هيا نتمنى تكونوا فهمتوا يا البنات الدرس مزيان. تجي الاخر كنثبتها مزيان، نزيدكم واحده اخرى باش تفهموا مزيان الدرس. جوج، ثلاثة، الرابعة، عاد باش كندير الدرس. تندير وحدة، جوج، ثلاثة باش كنفرق. ديك الساعة الفرق تبغيو تفرقوا بثلاثة أو جوج،
الرابعه هذا فاش كديري ولا الثالثه فاش كديري على حسب اللي بغيتي. مع كبير انا كنفرق بزاف، تنفرق بثلاثه. غنبدا لكم الطريز الاولى، الثانيه، الثانيه، الثالثه، الثالثه. هي كنديروا فيها خمسه، جوج وحده، جوج وحده، جوج شيله راسها، وحده جوج. دابا عندي اربعه، وحده جوج، ثلاثه، اربعه. هذا الطريز ديال خمسه اللي كنديروا فيه. ليكم البنات كاين اللي كيديروا بالرنده، انا كنديروا بالغرزه ديال الرنده. جاني هذا اسهل من ديال الرنده، وبغيت نشاركه معكم. ما هو اصلا كيدار بالاهرام ديال الرنده، بالغرزه ديال الرنده، باش كيدار هذا الدرس. خمسة، واحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. ملي كطلعي عاوتاني، ملي كطلعو من هنا كتحسبو خمسة، كيعطيكم خمسة سنينات. واحدة، جوج. ملي كنبغيو نديرو هادو، ها الفرق غير جوج. وحده الثانيه كنطلع فيها وندير ثاني وحده، جوج الثانيه كنطلع فيها، وحده جوج، وحده جوج، ها ثانيه وحده، ها جوج، وحده جوج، ثلاثه، وحده، ها جوج، ها ثلاثه، هادي حبكه. كنديروا حبكه حتى تنعمروها. انا قلت لكم ما كنحسبش، عينكم ميزانكم، تبقاو ديروا حبكه حبكه حتى تتعمر. هيا هادي كنثبتوها ديما من الاخره، كنثبتوها مزيان باش هادي ما تبقاش تدور لينا. هاد الحبكه دي تكون مزيانه. ديروا حبكه الاولى، جوج، ثانية كنطلعوا فيها للراس ديال، ديروا ثلاثة تخويطات، هاد جوج، هاد ثلاثة، الثالثة كنثبتوها مزيان، كندوروا الخيط ونبداو ثاني الحبكة حتى تعمر. تو مزيان تعمروا الاخره ديما نثبتوها. هانا ديت معكم جوج البنات، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس. انا ندير معكم اللون الاخر. ها هي هي كتبان لكم، ها هي الدريسه الاولى، فيها وحده، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه. وحده، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه سنينات، وربعه خمسه طريزات.
ملي كنخدموا هذا اللون كان الخيط ها هو عندنا الا كيبان لكم البنات ها هو الخيط كنديروا البره من تحت هذا لوغلي اللي درنا ونجيبوا لهاد السنينه الثانيه كنبداو من هنايا ها تلويو مره واحده نجيو هنا ثانيه ديروا السنينه وحداها جوج وحده جوج ثلاثه أربعة أربعة خمسة خمسة ها وحدة ها جوج ها ثلاثة ها أربعة خمسة الطرز كنجيو لهنايا ها التقيبة هادي ها نتوما البنات كنجيو هاد اللخرة ها هي عندنا التقيبة الأولى هي هادي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ها هي الخامسة هي اللخرة كتخشي من هنايا ها وكتعاود دوري غير الطرز هذا شوفوا البنات كيفاش كتطرز ها نتوما يا تجي لهنايا ها كيفاش كطرزي شوفوا مزيان تنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان رانا بشويه باش تفهموا مزيان ثلاثة أربعة أربعة خمسة بانت لكم البنات هومايا خمسة وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة كنجي لهنايا ها هو الخيط عندي لهاد لوغلي هذا كنخشي البرة من هنايا ها باش منبقاوش نديرو الخيط ونقطعوه ونديرو الخيط ونقطعوه ها هويا ونخرج حدا البلاصة فين غنخدم عاوتاني غنزيد نزيدكم وحدة أخرى بان ليكم ها هويا غنزيدكم وحدة أخرى باش تفهمو مزيان إن شاء الله وحده جوج ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة سنينات هي الخمسة هانتوما البنات الطرز بزاف البنات عيطوا عليهم كيعرفوش كيشوفوا كيفاش هاد السنينات كيفهموهم وهاد الطريزه تيصحاب ليهم حتى تتكملي عاد باش كطرزي ولكن لا كديري الدرس ومنتو كطرزي كديري الدرس ملي كتسالي الدرس هو الاول ها هو ها هو الدرس البنات شوفوا مزيان ها هو انا هزيت لكم كتكملي الدرس كامل عاد باش كتخشي البره من الاخرى العين الاخرى ها هي وكتجبدي الخيط بشويه وتجي هنا تقيبه لهاد شوفوا البنات ها هي التقيبه الاخرى ها هي كطرزي كل ما بين سنه وسنه كدير الخيط وكطرزي ها هي كنتمنى يعجبكم الفيديو ونتمنى تكونوا فاهمين ربصت لكم مزيان
ما تنساوش ترفعوا لي الجرس البنات وتشاركوني مع صحاباتكم البنات، ديروا اللايك وانتم معايا. او وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه، ما تنساوش تشاركوا معايا الفيديوهات البنات، وتلغيكم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم والسلام. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. نشارك معكم التقطيل الجلابه بالتونسي. انتم يا البنات هو هيا درتوه خفيف وتطريزه هي خفيفه. انتم يا البنات هيا كتحسبوا واحدة جوج ثلاثة أربعة، ربعة وتجي كتفرقي بوحدة من هنايا ما بين وحدة ما بين الخيط والخيط. تحسبي ربعة والتاني. نتوما يا البنات أربعة الخويطات كندير المرمى. دابا بغيت باش نوريكم مزيان درتها حيت فيطا طارزه ديجا طارزه. هانتوما شفتوا نص طوق كامل، وهذا ملي غنكملها ان شاء الله غنشاركها معكم كامله. دير شي اللي هنايا ها هانتوما وحده ها جوج ثلاثه ها اربعه ثلاثه ها وحده جوج ثلاثه ها اربعه. واحدة جوج ثلاثة أربعة عاد باش كنعمر ملي كنعمرهم باش ميبقاش تبان ليا الراندة، حيت ملي كدير الكانفا ماشي بحال الراندة. الحساب ديالها كيجيو من 90 شي شوية. دابا كنعاود نعمرهم بحال طرز الرباطي، هو تونسي ولكن الا ما درتيش الكانفا ما كيعمرش في البلاصه، حيت الكانفا تتكون عندها غريزه رقاق، وهاد الرنده كيكون عندها الغريزه اغلى. ضروري تعمري كان كنطرز وكنعاود نعمر. تنوريكم كيفاش كطرزي التونسي على الروندا، حيت بزاف كيديروا غير الكانفا، بزاف كيديروا غير الكانفا. قلت بلاتي نوري البنات وحده وحده جوج ثلاثه اربعه. ومره كيجيو 90 البنات ملي طرزوا ولا شي حاجه في الروندا غتحسبوا وطرزوا بحال هكايا ها، وتعاودي تعمري باش ما يجيكش الطرز خاوي. هانتوما شفتوا كي تجيني اتساع ما بين هاد الطريزه والطريزه كتجيني خاويه، ولكن انا ملي كنعمر ونكمل كنعاود نعمر دوك البلايص اللي خاويين باش تكونوا فاهمين البنات. كنعاود نعمر باش ما تبانش ليا ديك البلاصه الخاويه ما تبانش ليا. ورا كيبغي الكانفا ولكن كاين اللي كيبغيها طلبات لها ليا السيده في البلايص اللي كيبانوا ليا خاويين كنعمرهم. انتما البنات شتي كي جات هانتوما شوف مازال ليا البلايص هنايا خاويين غنعمرهم دابا كلهم
غنعمرهم بحال هادو اللي درت، وكيجيو عامرين، هو تيجي رباطي وهو ميم طو الشكل ديالو تونسي. شتو كنمشي كاع البلايص اللي خاويين كنعمرهم حتى الاخر. نتمنى يعجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا، حيت انا في التونسي اغلبيه كنشوفو دايرين الكانفا. ملي طلباتو ليا السيده في وسط الراندا ما بغاتش ندير الكانفا، بغات وما بغاتش الغريزات ديالها سميتو صغار. هادو د الراندا جاو كبار، شفتوا البنات جاو كبار وجا. شوفوا الطريزه كي جات في الثوق كامل. ها كل كيدير الالوان بزاف، انا باقي غندير وحده هنايا، هذه خاويه وهاد البلاصه الخاويه، غندير وحده اخرى ان شاء الله. تنتمنى تكونوا استفدتوا، تنتمنى يعجبكم الفيديو. انتم يا البنات باقي غندير لكم شي رشيمات اخرين ان شاء الله يا سيد ربي، ندير لكم شي رشيمات. انا درت لكم هاد الطريس هذا، وملي غتكمل كامله ان شاء الله غادي نعاود ندير لكم فيديو كامله ملي يكونوا عامرين هاد الشيء، ونصايب هنايا ها الطوق كامل نعمره. بغيت نبدا لكم هاد الخدمات هادي. المهم التونسي على الراندا هو هذا، حيت ما كيجيش عامر وعمرته لكم. تنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا ليا الجرس البنات، وتشاركوني مع صحاباتكم مع احبابكم. تنتمنى وتدعموا ديروا لي لايك ان شاء الله يا سيد ربي، شاركوا معايا هذا الفيديو. يا سلام عليكم البنات.